القانع من قنعة هو الفقير الذي لا يسأل. وأطعموا القانع والمعتر، قال تعالى، قال أهل العلم رحمه الله: القانع هو الذي قنع، أي فقير لا يسأل الناس، والمعتر هو الذي يسأل. فأعطاك الله عز وجل على الحالتين، أن أطعم الفقير الذي يسأل والفقير الذي لا يسأل، الذي لا يسأل. لماذا؟ لتسعى أنت، وإلا الله عز وجل يستطيع جل وعز أن يقول: وأطعم الفقراء، علم؟ لكن الله عز وجل لا، يريد منك أنت أن تتنبه، فقال: وأطعم القانع والمعتر، بمعنى أنت اسأل عن الفقير الذي لا يسأل، ليس العبرة الفقير أن يسأل. لهذا عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يرى أحد يسأل، يقول: لولا الحاجة ما خرج فسأل، فكان يكره، علم؟ لهذا كان رسول عمر يمشي في طرقات يسأل: هل من فقير؟ هل من كذا؟ هو يسعى إليهم، يذهب إليهم. لهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: إذا رأيت فقيرا واحدا في المدينة فاعلم أن هناك غنيا لم يدفع الزكاة، فقيرا واحدا. لهذا الله عز وجل هذه الآية تعلمك الأدب. وأطعم القانع والمعتر، بمعنى أنت اذهب وأطعم الفقير الذي يسأل الناس والفقير الذي لا تعلم عنه شيء. اسأل من أين الفقراء، علم؟ نعم.